رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يشرف على تدشين توسعتين لمترو الجزائر. البريد المركزي ساحة الشهداء وحي البدر عين النعجة. رئيس الجمهورية يعيد فتح جامع كتشاوة بالعاصمة بعد عملية ترميمه ويخص باستقبال شعبي مميز. دعوة لتكثيف وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف انتشار ظاهرة الإرهاب. وأمساها يدعو إلى استراتيجية منسقة لمكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا. الفريق أحمد قايد صالح يؤكد من وهران السعي الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لترقية العنصر البشري عن طريق التكوين والتأهيل. افتتاح الصالون الدولي للصناعات الغذائية والتحويلية جازاجرو. والطبعة تراهن على تعزيز نشاط الصناعات الغذائية لتثمين الفائض الفلاحي. مدينة الألف قبة وقبة تحتضن مهرجان النجع والمرحول في طبعته الثالثة. تحية لكم والسلام عليكم. في المستهل قام اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بزيارة ميدانية إلى العاصمة، حيث أشرف السيد الرئيس على تدشين جامع كتشاوة بمدخل حي القصبة العتيق بعد إعادة ترميمه في إطار التعاون الجزائري التركي. رئيس الجمهورية استمع إلى عرض حول أهم المراحل التاريخية وكذا أشغال الترميم التي مست هذا المعلم الذي انطلقت به الأشغال عام 2014 من قبل الوكالة التركية للتنسيق والتعاون، وهذا بالتعاون مع مؤسسات وعلماء آثار جزائريين. السيد الرئيس وخلال تدشينه هذا المعلم الديني خص باستقبال مميز. ليديا بالبحري. رئيس الجمهورية وبعد توقفه عند إحدى زوايا حفظ القرآن بهذا المعلم الديني وأداء تحية المسجد حظي باستقبال شعبي مميز.
ليشرف بعدها السيد الرئيس على تدشين مسجد كتشاوا بعد إعادة ترميمه طيلة 4 سنوات، والذي يعتبر من أشهر المساجد بالجزائر العاصمة منذ تشييده سنة 1794. كما تابع رئيس الجمهورية عرضا شامل أهم المراحل التاريخية التي مر بها مسجد كتشاوا، بالإضافة إلى أشغال الترميم التي مست هذا الصرح الديني العريق، حيث تم استعمال تقنيات ومعدات خاصة وجد متطورة في عملية الترميم. هذا المسجد الأسطوري الذي عايش العديد من الحقب يستعيد اليوم رونقه وجماله. فأهلا بك كتشاوا، وأهلا بهبطة التاريخ. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خص أيضا باستقبال جماهيري مميز خلال إشرافه على تدشين خط المترو الرابط بين ساحة الشهداء وحي عين النعجة. السيد الرئيس حضر عرضا حول مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي تعزز بمحطتين جديدتين بكامل التجهيزات العصرية، الأولى تربط حي البدر بعين النعجة، والثانية تربط البريد المركزي بساحة الشهداء التي تحولت إلى فضاء عصري وصرح ثقافي شاهد على تاريخ المحروسة. ملك صوته. ساحة الشهداء اليوم لحظات مشهودة عادت بها إلى أمجادها، وذلك بمناسبة تدشين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خط المترو ساحة الشهداء عين النعجة. حيث استعاد هذا المكان العريق بريقه متخلصا من الفوضى التي لطالما ميزته لسنين طويلة وغيبت الملامح التاريخية له. تدشين رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة لمحطة ساحة الشهداء يعتبر تدشين لمحطة متحف، فهي محطة بأبعاد ثقافية ضاربة في أعماق التاريخ، حيث تم العثور على آثار أثناء أشغال الحفر تؤرخ لمدينة الجزائر على امتداد 20 قرنا من الزمن، وتعود بعضها إلى القرن الأول قبل الميلاد مرورا بالعهد البيزنطي فالعهد الروماني والإسلامي. وبقلب محطة المترو ساحة الشهداء تابع السيد الرئيس عرضا شاملا حول توسيعة مترو الجزائر بين البريد المركزي ساحة الشهداء على مسافة 1.7 كيلومتر بمحطتين، وآخر يمتد بين حي البدر وعين النعجة على مسافة 3.6 كيلومتر ب3 محطات. رئيس الجمهورية تابع من خلال هذا العرض المصور خصائص خط المترو الجديد، حيث ستمكن هذه التوسعة من مضاعفة عدد مستعملي المترو، والذي سينتقل من 100,000 مستعمل يوميا إلى 200,000 ابتداء من الاستغلال التجاري لهذا الخط. وبعد نهاية العرض استقل السيد الرئيس المترو من محطة ساحة الشهداء إلى عين النعجة على مسافة 17 كيلومتر، حيث قطعت هذه المسافة في ظرف قياسي لم يتجاوز 20 دقيقة. وفي عربات حديثة تتوفر على آخر التكنولوجيات في هذا المجال. مترو الجزائر الذي تجري الأشغال به لتوسعة أخرى ساعد في تغيير الحياة اليومية لسكان العاصمة، ويعود الفضل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إعادة بعثه من جديد بعد انتظار دام 10 سنين، حيث تجسد المشروع بتدشين السيد الرئيس لأول مترو في الجزائر عام 2011. Yeah,
أقدم مسجد الرئيس لجاء الرئيس للعناجة سيد الله هذا وتعد محطة مترو ساحة الشهداء التي زارها رئيس الجمهورية تعد متحفا مفتوحا يضم معالم أثرية لمدينة الجزائر تمتد لأزيد من 2000 سنة من حضارات خلت. نور دحماني. هي ساحة الشهداء، اسم خالد خلود تاريخ الجزائر، تتزين بحلة جديدة. اليوم يلج مترو ساحة الشهداء، أهم محطة في المشروع حيز الخدمة بعد سنوات من الانتظار. وبفضل جهود الدولة في عصرانة قطاع النقل في البلاد وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية للارتقاء بالعاصمة إلى مصف العواصم العالمية، فالنقل بالمترو هو النقطة الأبرز في النقل الحضري. تتوسع خطوطه في العاصمة لضمان تغطية كلية وشاملة لمختلف البلديات. وهذا المشروع لقد تم تجهيز نتاعو في ظروف وقت قصير جدا في عامين، بما أن بدينا الأشغال تاع الترميم والتجهيز في جانفي 2017، وهنا لقد وصلنا إلى نهاية الأشغال و دخل في التشغيل لهذا المشروعين. محطة مترو ساحة الشهداء الممتد إلى البريد المركزي وعلى مسافة 1.7 كيلومتر، وكذا محطة حي البدر نحو عين النعجة بحوالي 3.6 كيلومتر، إضافتان جديدتان إلى هذا المشروع، ما يشكل أهمية بالغة للمواطنين ومستعملي المترو. صراحة مليحة من جرايس عبد العزيز بوتفليقة، إن شاء الله ربي يطول عمره. حيانا حاجة اللي كنا نتسناو فيها، للشيوخ العجايز، للناس اللي تخدم الجيروطار، للأطفال اللي يروحوا يقراوا ويكونوا طالعين مسيد بزاف، ماشي أنا اللي نقولها وحدي، صافي الناس كامل على بالهم بلي حاجة كيما هذه. ما حاجة مليحة كي جرايس دارنا المترو، عندنا سنين وحنا نتسناو فيه، ينقص كومبرومو، ينقص بزاف مشاكل. ماذا بينا لو كان يزيدوا يلحقوه لنا لاين بنيان. J'ai de la famille ici, j'habite loin, il y a quelques kilomètres d'Alger ici, et bien c'est Issa Adné, c'est très bien, pourquoi pas, c'est très bien, Inch'Allah, il y a un peu de l'Isdihar Bladna, Alhamdoulilah, on est très contents, Alhamdoulilah, moi déjà quand j'ai vu, c'est très joli, c'est très bien. ولا حاجه مليحه دارها لنا سيدي الرئيس، يعطيه الصحه بسكل مترو هذا يفاسيليتي علينا السما كيما نقولوا التراجي، حاجه مليحه. والله الا كنت حلم يعني صراحه، ودوك تحققت يعني بصراحه. ملي جا الرئيس معناتها تسقمت هذاك، نهضروا الحقيقه تسقمت، ماشي معناتها ما كاين والو ولا نقولوا كذا، باينه الحقيقه. المحطتان الجديدتان مجهزتان بكل وسائل الراحة والأمن للمسافرين، كما أن محطة ساحة الشهداء صرح ثقافي يضم متحفا داخليا وخارجيا وبمخزون أثري ثمين يختزل قرونا من تاريخ مدينة الجزائر. هذا وينطلق الاستغلال التجاري للتوسعتين الجديدتين لمترو الجزائر، الأولى من محطة تفورة البريد المركزي نحو ساحة الشهداء، والثانية من حي البدر باتجاه عين النعجة. سيكون بداية استغلال اعتبارا من يوم غد حسب ما أفاد به اليوم بيان لمؤسسة مترو الجزائر.
جامع كتشاوا من أعتق المعالم الدينية بالعاصمة، يعود تاريخ بنائه إلى الحقبة العثمانية. الجامع خضع لعملية ترميم واسعة من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ليصبح تحفة معمارية فذة، تقول صبرينا سالم. استعاد رونقه وبريقه مجددا وازدانت جدرانه المزخرفة ببصمة عثمانية. جامع كتشاوا المعلم الإسلامي التاريخي والحضاري، ترميمه استغرق 3 سنوات. احنا في 2008 درنا مخطط تاع التدخل الاستعجالي في القصبة ككل، في المعالم تاعها كل. انا كنت رئيس مشروع تاع هذا المخطط، وفي هذا خرق كتشاوا كنا نراقب العملية au nom du gouvernement algérien بسم الجمهورية الجزائرية ومع رئيس مشروع التركي اللي راهو هنا موجود معنا. بعد قرن من تحويل المستدمر لهذه التحفة المعمارية إلى كنيسة، ها هو جامع كتشاوا يلم شمل المسلمين من جديد. هو جامع مهم، رمزا وقيمة. لقد قمنا بأعمال الترميم وذلك بالتركيز على تقوية البناية. الجامع كانت به مشاكل هيكلة على مستوى المئذنتين، حيث قمنا بتفكيكهما وإعادة هيكلتهما من جديد. كما جرى الترميم بمحيط الجامع، وهذا للحد من تسرب المياه إلى داخله. جوهرة تتوسط المحروسة هي حكاية صمود شيده العثمانيون وهدمه المستدمر الفرنسي، واليوم يفتح أبوابه على مصراعيها لتعلو على الدوام كلمة الله. بالقوانين العالمية للترميم نقدر نقول بالأحسن ترميم في الجزائر. زهاء 1000 مصل سيسجدون بكتشاوا، قيمة روحية ببعد تراثي مادي رفع صيته وصوته إلى عنان السماء. صوت الحق. في التعاون استقبل اليوم الوزير الأول أحمد يحيى الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إيريك سولهايم، الذي شرع اليوم في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين. اللقاء حضرته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي. هذا وكان إيريك سولهايم قد استقبل صباح اليوم من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون مع هذه الهيئة، وتطرق أيضا إلى الجهود المبذولة من قبل الجزائر في إطار تنفيذ الاتفاقات متعددة الأطراف في المجال البيئي في إطار أجندة 2030 للتنمية المستدامة. اللقاء حضرته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي. هذا ووقعت زرواطي وسولهايم مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تهدف إلى تعزيز التعاون ونقل الخبرات في المجال البيئي ودعم جهود الجزائر الهادفة إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال تنمية اقتصاد مستدام. وقبيل التوقيع اطلع سولهايم على مشروع القضاء على المفرغة العمومية لواد سمار وإعادة تأهيل الفضاء الذي أقيمت عليه لأكثر من 3 عقود. مذكرة التفاهم هي تأتي لتكون هذا الإطار لتدعيم الشراكة ما بينه وبين هيئة الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك تحيين القطاعات أو المسائل المهمة الخاصة بالبيئة واللي الآن أصبحت في صلب اهتمامنا. كل جهود الجزائر الآن هي جهود أصبحت واضحة، والقطاع أصبح الآن يعمل على الإيفاء بالتزاماته سواء داخل الوطن بالنسبة للاستراتيجية المسطرة أو خارج الوطن بالنسبة للعقد العالمي فيما يخص الحد من التغيرات المناخية، وهذا بفضل الجهود أو بفضل كذلك الحرص فخامة رئيس الجمهورية على ذلك.
الجزائر تزخر بثروات طبيعية حقيقية، وعليه فإننا هنا للمساعدة على تجسيد العديد من المشاريع في مجال البيئة والطاقات الشمسية وغيرها من المجالات، ونسعد كثيرا بالتعاون مع الحكومة الجزائرية. في إطار الزيارة التي يقوم بها لفرنسا، تحدث اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بباريس مع نظيره الفرنسي جونيف لودريون. اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تقويتها وتوسيعها، وفي هذا الإطار عبر الطرفان عن ارتياحهما لنوعية روابط الصداقة والشراكة التي تجمع الجزائر بفرنسا، كما سجل الطرفان الإرادة المشتركة من أجل تطوير شراكة استثنائية لفائدة البلدين، وهو ما تمخض عن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الجزائر، وعن الدورة الرابعة للجنة الحكومية رفيعة المستوى. هذا وتطرق الطرفان إلى التحضيرات الجارية للدورة الخامسة للجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية التي ستعقد بباريس يوم 9 جويلية القادم. الطرفان تناول أيضا الوضع في المنطقة على غرار الأزمة في مالي والساحل وليبيا، حيث استعرض وجهات النظر بشأن مكافحة الإرهاب والحد من أشكال تمويله، وهو موضوع الندوة التي تحتضنها الجزائر هذه الأيام، هذا إضافة إلى مسألة الصحراء الغربية والمسائل التي تشكل محور مشاورات دائمة بين البلدين. أعرب الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف عن أسفه للتصريحات التي أدلى بها سفير فرنسا بالجزائر كزافي دريونكور حول موضوع منح تأشيرات بمناسبة تدشين المركز الجديد لداعي طلبات التأشيرات بالجزائر. وأكد بن علي شريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد أن السفير قد أبدى مجددا في تلك التصريحات التي تناقلتها الصحافة حول موضوع منح تأشيرات، ميلا لإبداء ملاحظات علنية أمام الصحافة في غير محلها وغير ملائمة وغير مقبولة. كما أشار إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تفرض على الجميع، لا سيما أولئك الذين يتكفلون بها يوميا، التحلي بواجب المسؤولية والالتزام بالموضوعية وتجنب الإدلاء بتعليقات في غير محلها وبتصريحات تتناقض مع الإرادة الأكيدة لكبار المسؤولين في البلدين الذين يؤكدون دوما ضرورة العمل من أجل الترقية المستمرة لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في جو من الهدوء وبعيدا عن أي صخب إعلامي. أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهر خلال افتتاحه صباح اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا. أكد مساهر ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدان الإفريقية حول القضايا الأمنية لمكافحة الإرهاب والقضايا على التطرف العنيف والمتاجرة بالأشخاص والمخدرات والتهريب. مساهل أبرز أيضا أن احتضان الجزائر لهذا الاجتماع يعكس التزامها الدائم في المكافحة الشاملة للإرهاب. للتلفزيون فؤاد سبوتة. شدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على ضرورة تسطير استراتيجية إفريقية لمكافحة تمويل الإرهاب بكل أشكاله، مؤكدا التزام الجزائر الدائم في مكافحة الظاهرة والوقوف إلى جانب دول المنطقة ضد التهديدات الإرهابية. تقارير اللي تأتي من منظمة الأمم المتحدة، لما نتكلم على أكثر من تقريبا مليار دولار اللي تأتي من تجارة المخدرات أو تجارة يعني بالبشر أو بالهجرة السرية، هذا كله ولا من دفع الفدية، هذا كله أصبح الآن يمول يعني الإرهاب في المنطقة وبالخصوص في منطقة الساحل. فلا بد أن نأخذ إجراءات، أولا يعني قانونية، فلا بد يعني أن كل القوانين اللي هي من في البلدان الإفريقية تكون يعني على نفس المستوى وتكون يعني تتأقلم مع مكافحة هذه الظاهرة. ثانيا فيه جهود تبذل من طرف الأمم المتحدة، من طرف يعني الشركاء، لحقيقة إذا أردنا أن نقضي على هذه الظاهرة في المنطقة فلا بد أن نجفف يعني منابع التمويل الإرهاب في المنطقة. إذا سنخرج كما قلت بتوصيات سترفع إلى القمة المقبلة لرؤساء دول الحكومات اللي هي مبرمجة أو متوقع أن تكون في موريتانيا في جويلية المقبل.
الاجتماع رفيع المستوى فصل في التحديات التي تواجه العالم جراء التهديدات الإرهابية وكيفية تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية المتحالفة مع تجار المخدرات والأسلحة وتجار البشر. نغتنم هذه الفرصة باسم الاتحاد الإفريقي لأتوجه بخالص الشكر والامتنان لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والحكومة الجزائرية على كرم الضيافة والتسهيلات التي تم تسخيرها من أجل جعل عقد هذا الاجتماع ممكنا، وعلى الالتزام الراسخ والدعم المتواصل للمركز والاتحاد الإفريقي ككل، وكذا الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التصدي للإرهاب ومكافحته وتوديد دعائم السلم والأمن في قارتنا العزيزة. الندوة الدولية شكلت فرصة أخرى لعرض المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب ومساهمة من الجزائر لمواجهة ظاهرة تهدد كيانات الدول. في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي، شرع اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شرع في زيارة عمل وتفقد للناحية العسكرية الثانية وهران مرفوقا باللواء سعيد باي قائد الناحية. تفاصيل مع دانب طبا. الزيارة استهلت من مدرسة التخصص في المطاردة بالمشرية، حيث قام السيد الفريق بتجسين بعض المنشآت الإدارية والبيداغوجية وتفقد مختلف مرافقها، كما استمع إلى عرض شامل حول مهامها الكبرى ومختلف نشاطاتها. السيد الفريق أكد أمام الإطارات السعي الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل ترقية المكانة الرفيعة للعنصر البشري من خلال تكوينه تكوينا راقيا وملائما بما يستجيب ميدانيا وفعليا لمتطلبات مهنته العسكرية. السيد الفريق واصل زيارته بتفقد عدد هام من الوحدات المرابطة بإقليم القطاع العسكري النعامة، وعاين ظروف عمل أفراد هذه الوحدات واطلع ميدانيا على درجة جاهزيتها القتالية والعملياتية. إثر ذلك قام السيد الفريق بتجسين مقر لواء إسناد ليتابع بعدها عرضا شاملا حول هذه الوحدة وحول مهامها الكبرى ويتفقد مختلف المرافق الإدارية والبيداغوجية والعملياتية. بعدها ألقى كلمة ذكر فيها بالاهتمام الشديد الذي يوليه للزيارات الميدانية وأهمية التكامل في المهام القتالية والإسنادية. فالتكامل هو أن يشعر الفرد العسكري بأن وحدته العسكرية هي جزء من الكل، جزء له حيزه المهني المنوط وله المكانة القتالية الواجب إفاؤها حقها بكل ما تستدعيه ذلك من التزام متواصل ومثابر بالمسؤولية الموضوعة على عاتقه. السيد الفريق أكد بأن بلوغ النجاح المرغوب يستوجب جملة من العوامل الضرورية يأتي في مقدمتها الإيمان اليقين للأفراد العسكريين بنبل المهام الموكلة إليهم، وهو ما يستوجب بالتأكيد التحلي بإرادة لا تقهر مشحونة بإصرار شديد وغير محدود على حماية الوطن. فقد تم بعون الله تعالى وقوته ثم بفضل العناية الشديدة والمتواصلة التي ما انفكت تجدها قواتنا المسلحة من لدون فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الوصول خلال السنوات القليلة الماضية إلى مراتب بالغ التقدم في مجال الاستيعاب الفاعل لمقومات إنجاح هذا المسعى المهني الحيوي. فالوحدة العسكرية مهما كان حجمها ومهما كانت المهام الخاصة الموكلة إليها هي أمانة في أعناق قيادتها وكافة أفرادها بجميع فئاتهم ومستوياتهم، يكبرون بها وتكبر بهم، هم مطالبون بشدة وبجدية بسمو بها إلى المنازل الوحدات النموذجية.
بعدها فسح المجال لتدخلات الأفراد للتعبير عن اهتماماتهم وانشغالاتهم. وتحية الجزائر. أكد مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطنية اللواء بن بيشة محمد الصالح اليوم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أكد أن مدرسة الخدمة الوطنية كانت وستظل نموذجا لتعبئة الطاقات الحية في البلاد، وهذا خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه باسم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على افتتاح ملتقى حول الخدمة الوطنية. للتلفزيون حورية جرجر. الإيمان بحب الوطن وتكريس روح المواطنة، الواجب والتضحية، الانضباط والصرامة، صفات لازمت دفعات أدت بكل تفان الخدمة الوطنية منذ 50 سنة ولا تزال. اللواء بن بيشة محمد الصالح مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني أشرف على افتتاح مراسم الملتقى باسم الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. لبى الشبان الجزائريون النداء دون أدنى تردد، معتبرين إياه نداء آخر للواجب الوطني، أسوة بسابقيهم أشاوس الذين لبوا نداء الثورة التحريرية المجيدة، ليسجلوا وبكل فخر أسماءهم بحروف من ذهب في سجل بناء وتشييد الدولة الجزائرية الحرة المستقلة. إننا نقف اليوم لنقيم حصيلة 50 سنة كاملة، والتي لا يمكن وصفها إلا بأنها إيجابية على أكثر من سعيد. إن الخدمة الوطنية في الجزائر إرث تاريخي يجب أن يعتز به كل مواطن جزائري أصيل، فتاريخ وظروف تأسيسها يجعلانها فريدة من نوعها، كيف لا وهي تلك القفزة التضامنية لشعب موحد متآزر سارع لتلبية واجب البناء والتشييد بعد أن فرغ من طرد الاستعمار الغاشم. إن ملتقى 50 الخدمة الوطنية كان موعداً للمختصين من العسكريين والأكاديميين لتقديم البعد الاستراتيجي للخدمة الوطنية كونها ركيزة أساسية للمواطنة وتعميق الوحدة الوطنية. في الحياة البرلمانية، وصل اليوم مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية ترأس رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. جلسة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية. وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجية والرقمنة إيمان هدى فرعون التي أوضحت أن النص جاء لتأطير المعاملات التجارية وملء الفراغ القانوني المسجل في مجال إبرام العقود بين المتعامل والزبون، كما أكدت أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسية لممارسة التجارة الإلكترونية. فيما طرح النواب تساؤلات حول مدى تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية، وكذا تأمين المعاملات التجارية ومكافحة التجارة الموازية. كل ما هو متضمن في المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية التي تؤطر التجارة في بلادنا ينطبق على التجارة الإلكترونية، ولذلك ربما بعض السادة النواب طلبوا تفسيرات حول ماهية العقوبات أو ماهية وسائل التأطير إذا كانت السلع منتهية الصلاحية أو إذا كان فيه تأخيرات أو إذا كان فيه منازعات، فكلها متضمنة في قانون التجارة. هذا المشروع يأتي فقط ليحدد الجانب الذي ينقص في قانون التجارة والذي يتعلق بكيفية إبرام العقد وتقديم السلعة أو الخدمة عن بعد عبر الانترنت، وبعد ذلك توصيل السلعة إلى المستهلك والذي هو غير متكفل فيه في إطار قانون التجارة التقليدية. وبالمجلس الشعبي الوطني صادق نواب الشعب في جلسة علنية ترأس رئيس المجلس السعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، صادقوا على 3 مشاريع قوانين تخص مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ومشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وكذا مشروع القانون المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال التمهين.
وزير التجارة سعيد جلاب أكد أن التعديلات القانونية هذه تأتي في سياق تلبية الانشغالات المتعلقة بحماية المستهلك وتقوية الاقتصاد الوطني وتطوير التجارة الإلكترونية. كما أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي ضرورة مواصلة عصرنة قطاع التكوين كأداة للتنمية الاقتصادية. نصب اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار لجنتين تعنيان أقول بمشروع المؤسسة وخارطة التكوينات، تعكفان على وضع الجامعة في إطارها المناسب وطنيا ودوليا والارتقاء بالتكوين بما يواكب مستجدات سوق الشغل. هذا يخلينا إن شاء الله تلقائيا نعيد النظر في التكوينات التي نقوم بها الآن، لأننا لاحظنا أن بعض التكوينات ربما لا تتماشى تماما مع ما يتطلب سوق الشغل، ولهذا نحن نعيد النظر باستمرار في من خلال الاطلاع على الجدول العام للمهن وتطور المهن في المستقبل بحيث نوفر لأبنائنا تكوينا مفيدا لهم وللوطن. أشرفت اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على تدشين مجمع مدرسي على مستوى القطب الحضري لعين الدفلة، حيث شددت الوزيرة على عدم إغفال النوعية لدى اقتناء التجهيزات المدرسية. كما أشرفت بن غبريط على وضع حجر أساس إنجاز مجمع مدرسي ثان على مستوى القطب الحضري ذاته. محمد رضا بوزية. هياكل تربوية جديدة تدعمت بها ولاية عين الدفلة، حيث تم استلام مجمع مدرسي ووضع حجر الأساس لإنجاز آخر بعين الدفلة وإعادة تهيئة ثانوية فروخي بمليانة، وبخميس مليانة تم استلام مدرسة ابتدائية ووضع حجر الأساس لإنجاز متوسطة. شفنا وزرنا عدة مؤسسات وين السكان مازال ما نقلوهم والمدرسة لها موجودة، يعني ياريت يكون يعني هذا النوع في كل ولايات. وثانيا كذلك فيما خص وجود عدد من المبادرات اللي اتخذت من طرف السلطات المحلية، وخاصة فيما خص تجهيز في لممارسة تسهل ممارسة التربية البدنية في الابتدائي، وفي هذا الميدان أنا جد مسرورة كذلك بهذه المبادرة. ومن أجل التغطية الصحية لعمال القطاع بالولاية مركز طبي اجتماعي يدخل الخدمة. كما أشرفت الوزيرة على توزيع عتاد رياضي بيداغوجي لفائدة المدارس الابتدائية، لتختتم الزيارة بجلسة عمل مع مديري ومفتشي المؤسسات التربوية ولقاء مع ممثلي النقابات بالولاية. يشارك اعتبارا من يوم بغد وزير الطاقة مصطفى قيطوني بالعاصمة الهندية نيودلهي في أشغال المنتدى الدولي 16 للطاقة، حيث سيكون مرفوقا برئيس المدير العام لجمع سوناتراك، كما ستكون له لقاءات مع عدد من نظرائه من عدة دول، وكذا اجتماعات مع مسؤولي شركات طاقوية دولية كبرى. مصطفى قيطوني يشارك أيضا في اجتماع مخصص لبحث رهانات التنمية المستدامة والولوج إلى خدمات الطاقة. دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي من القاهرة خلال كلمة ألقاها بمناسبة مناقشة مذكرة المدير العام لمنظمة العمل العربية حول الندوة 67 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد في جوان المقبل، دعا إلى ضرورة مراجعة مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير لمنظمة العمل الدولية. وشدد مراد زمالي على أهمية اتخاذ موقف عربي موحد في هذا الشأن من أجل تحقيق المزيد من الشفافية في تحديد معايير اختيار حالات الدول المخالفة لالتزاماتها في تطبيق معايير العمل الدولية. زمالي اغتنم الفرصة للتأكيد على تفعيل القرار الثامن الصادر عن الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي القاضي بتوسيع اللغة العربية في كافة الوثائق الخاصة بأعمال مؤتمر العمل الدولي.
كما دعا إلى أهمية مساندة العمال الفلسطينيين ودعم نضالهم للحصول على حقوقهم سواء في إطار منظمة العمل العربية أو على مستوى مكتب العمل الدولي. ولقيت المبادرة الجزائرية إجماع أطراف الثلاثية الحكومات المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل، حيث سيتم اتخاذ هذا الموقف من قبل المجموعة العربية خلال الدورة القادمة لمنظمة العمل الدولي بجنيف بسويسرا. وزير العمل مراد زمالي كانت له لقاءات مع عدد من نظرائه ومع الأمين العام للجامعة العربية والمدير العام لمنظمة العمل العربية. بمناسبة احتضان الجزائر لأشغال الدورة 37 لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للبريد، استقبلت اليوم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، استقبلت الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد يونس جبرين، حيث أبرز الدور الهام للجزائر في تطوير قطاع البريد على مستوى إفريقيا باعتبارها رائدة في هذا المجال. تستضيف الجزائر هذه الأيام الدورة 37 لمجلس إدارة الاتحاد البريدي الإفريقي، وهذا لأول مرة. الجزائر كانت غائبة نوعا ما عن أشغال هذه المنظمة الإفريقية، لكن عودتها اليوم لها أهداف أولها اقتصادية وكذلك إنسانية. qui nous a encouragé à venir organiser notre session ici pour que nos collègues africains et même nos partenaires extra-africains, parce qu'il y en aura aussi, ils viendront voir sur place comment, sur le domaine postal, l'Algérie a évolué depuis lors. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. أشرف اليوم وزير التجارة سعيد جلاب والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي على افتتاح الصالون الدولي للصناعة الغذائية والتحويلية جازاغرو. الوزيران أبرزا أهمية تعزيز نشاط الصناعات الغذائية في تثمين الفائض الفلاحي وتوفير المادة الاستهلاكية في السوق الوطنية. عن كثب رامي عامر. الصالون الدولي للصناعات الغذائية والتحويلية جازاغرو يفتتح في طبعته لهذا العام بمشاركة قياسية 700 شركة جزائرية وأجنبية مختصة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية، التعليم، الإطعام والتسويق. معرض كهذا يسمح للشركات الجزائرية لعقد الشراكات والبحث عن تموقع أفضل في السوق، ويبرز أهمية الصناعة الغذائية في النسيج الاقتصادي. اليوم
قطاع الفلاحة وصل إلى المستوى من الفائض في الإنتاج ومن النوعية في الإنتاج ما يجعلنا في أمس الضرورة إلى الزراعة أو الصناعة التحويلية من خلال ما رأيناه اليوم في هذا المعرض من تنوع في التجهيزات وتنوع كذلك في كيفية التحويل لمختلف المنتوجات. المعرض هذا يتقاطع وتحديات اقتصادية تستلزم تعزيز الإنتاج الوطني ودوره للإسهام في الناتج الإجمالي. J'ai vu quelques opérateurs هنا, ils sont déjà exportateurs de certains produits. Ils ont déjà des potentiels d'exportation à augmenter vers d'autres pays. Donc on voit qu'il y a donc une perspective. Donc فيها نظرة استشرافية للمتعاملين الاقتصاديين تاعنا باش يدخلوا في السوق في ظل المنافسة. إذن يكون فيه أكثر صادرات جزائرية خارج المحروقات لدول العالم. حاجة واحدة أخرى اللي شفناها كاين 170 منتج جزائري اليوم 170 أوبيراتور بروديكتور. جاز أجرو يدوم 3 أيام فقط، يختتم في 12 من هذا الشهر، ويطمح منظموه إلى استقطاب أكثر من 20,000 زائر من المستثمرين والمتعاملين. إلى وهران التي احتضنت فعاليات المعرض الدولي لعدد المستشفيات والمعدات الطبية في طبعته 21 بمشاركة أزيد من 300 مؤسسة ممثلة ل 27 دولة. سيف الدين بن زردة. قصد تطوير الخدمات الصحية تنافس العارضون في الصالون الدولي للعتاد والتجهيزات الطبية بوهران في عرض أحدث التكنولوجيات من تجهيزات ومعدات لشركات وطنية وأجنبية. Premier jour, ça va, ça bouge. كان des gens, كان des médecins, كان des fournisseurs, كان mouvement. جيت أنا وميدسان صاحبي هنايا رانا ندورو ما شاء الله كاين كل شيء وراه يشري ورانا ندورو فيه لي برودوي ألجيريان فيه كل شيء. الحمد لله. هذه الطبعة عرفت مشاركة مؤسسات من بلدان مختلفة كالصينية والفرنسية والألمانية، كما سجلت المؤسسات المحلية تواجدها بأزيد من 80 مؤسسة في شتى المجالات الطبية. Là, on est exposant, on propose le leasing médical. Maintenant, on propose le تمويل تاع كاع العتاد الطبي. هذا المخبر يتكون من عدة فرق بحث، دونك كاين هناك فريق مختص يعني في la modélisation donc المحاكاه العدديه لاعضاء المزروعه. الهدف من هذا الفريق هو كشغل قبل زرع العضو المزروع دونك نقوم بحساب. احنا اون سوسيتي الجيريان qui fait tout ce qui est collecteur. Les collecteurs jaunes et verts, c'est pour les déchets. Les jaunes, c'est pour les déchets tranchants et piquants. Et les verts, c'est pour placenta. كما شهد هذا الصالون الحضور المميز لمؤسسات ومنتجات مخابر التحاليل. وإلى الصيف، حيث نظمت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ملتقى تكويني تقييمي بالولاية، حضره قضاة ومديري التنظيم والإدارة العامة ومختلف فعاليات المجتمع المدني. الندوة التي شملت 13 ولاية من شرق البلاد تم خلالها التطرق إلى سبل تحسين العمل الرقابي وتقييم عمل الهيئة منذ تأسيسها. إبراز للإمكانات وتأكيد على التكوين والارتقاء نحو الاحترافية أهم ما ميز الأبواب المفتوحة على مختلف المؤسسات العسكرية بعدد من ولايات الوطن. المتابعة لصالح قاسي. أيام إعلامية نظمتها عدد من المؤسسات العسكرية عبر الوطن بهدف تعزيز اللحمة جيش أمة. ففي إطار مخطط الاتصال الذي أعدته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تم اليوم بغردايا وخلال تظاهرة إعلامية إبراز المهام المنوطة بسلاح الحرس الجمهوري أمام الجمهور سيما الشباب منهم. فيما تنظم قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بولاية عامة أياما إعلامية تمكن المواطن من التعرف عن قرب على مهام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ومختلف مؤسساته التكوينية والفرص التي تمنحها للشباب للانضمام إلى القوات المسلحة تخصص دفاع جوي.
الجمهور كان أيضا حاضرا بمركز التدريب 555 المتخصص في النقل بأم البواقي خلال أبواب مفتوحة تأتي في سياق الانفتاح على المحيط وتمكين الجمهور العريض من الاطلاع عن كثب على المركز الذي يعتبر أحد الهياكل التكوينية الهامة للجيش الوطني الشعبي. هي أيام إعلامية استحسنها المواطنون لتمكينهم من التعرف على مختلف هياكل ومدارس مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. في إطار محاربة الجريمة المنظمة وقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس 4 تجار مخدرات وضبطت قرابة 200 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل متر إنسان وبشار. وبعين قزام وبرج باجي مختار ضبطت مفارز للجيش شاحنة وثلاث دراجات نارية حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، في حين حجزت مفارز أخرى بكل من ورقلة والوادي أزيادة من 7000 وحدة من مختلف المشروبات. كما تم توقيف 13 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بتلمسان. في دوليات أصيب اليوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية تل غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية. هذا ودعا الرئيس محمود عباس إلى إطلاق اسم مدينة القدس على القمة العربية المقررة عقدها في السعودية الأحد المقبل. كما أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في قطاع غزة حيث استشهد 30 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء المظاهرات السلمية في يوم الأرض. في سوريا قتلى وجرحى في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مطار تيفور العسكري بريف حمصة. هذا وصرح التلفزيون السوري أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 8 صواريخ أخرى أطلقها العدوان الإسرائيلي على المطار. على صعيد آخر كد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الخبراء الروس لم يجدوا أي أثر لاستخدام الكلور أو غازات كيماوية أخرى في مدينة دوما، وهذا بعد اتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية سامة ضد المدنيين. عودة إلى ربوع الوطن، تحديدا مدينة الألف قبة وقبة التي تحتضن فعاليات مهرجان النجع والمرحول. المرحول يقول في طبعته الثالثة بمشاركة وطنية ومن دول الجوار، يقول عبد الوهاب غانم. قصد تشجيع السياحة الداخلية والخارجية عبر المناطق الحدودية الجزائرية وبالتحديد في منطقة بنقشة بولاية الوادي، يأتي مهرجان النجع والمرحول في طبعته الثالثة هذا العام بحلة جديدة ميزها الحضور من مختلف جهات الوطن وضيوف المهرجان من الشقيقتين تونس وليبيا. حفل افتتاح المهرجان تميز بلوحاته الفنية التي تعكس التراث وأصالة المنطقة، قدم فيه المشاركون عروضا فنية فولكلورية. التمييز هذا العام هو المرحول سيد السلوقي، يعني سباق المهاري، سباق الخيول. برنامج المهرجان تضمن أيضا عدة فقرات استمتع بها الحضور والضيوف كعروض الفروسية، استعراضات المرحول بصوره القديمة، وذلك قصد ربط الماضي بالحاضر إضافة إلى عزف الفرق الفولكلورية المشاركة. الناس سجمت معي يعني بالنسبة لخدمتني، والناس سجمت عاملة الجو، هذا الحاجة الباهية اللي عجبتني. أتمنى التوفيق للجنة المهرجان، أتمنى التوفيق لكل الدول المشاركة، تونس والجزائر البلد المضياف، ليس بغريب عن أهل الجزائر استقبال الضيوف، أهل الكرم، أهل الضيفة. لا يلي المهرجان، مهرجان النجع والمرحول في بنقشة تميزت بالثمر والفن الأصيل، أحياها الشعراء والمشاركون في هذا الاحتفال لاقت استحسانا من طرف الحضور. وفي الليالي سوفي لا بشار، تحديدا إلى معرض خاص بطير الحمام المنزلية الذي جمع المربين والمهتمين بهذا المجال، هذا المجال الذي يمثل عاملا أساسيا في التوازن الإيكولوجي. خضر شيكر والمزيد. للتعريف بأنواع طيور الحمام بأشكاله وألوانه المختلفة سيما النادرة منها، نظمت الجمعية الولائية للبيئة وتربية الطيور ببشار معرضا خاصا جمع المربين المحترفين والهواة لعرض منتجاتهم وتبادل الخبرة فيما بينهم.
ركزنا الانواع المتواجده على المستوى التراب الوطني، يعني تقريبا كاع الانواع اللي يعني اللي مشهره على المستوى العالمي، يعني كون جو نحكوا يعني راها احنا جايبينها هنايا. وكاين يعني كاين انواع لا تحصى من الحمام، وكاين عده انواع مثل كما انا نربي الجرانادينو الجورغيرو الخينيسي وحمام الزاجل. هذاك حمام الزاجل ثاني تاع السباق، يعني نطبقوهم مسافات بعيده ويرجع في الوقت واللي يربح صح كما نقول. اختلفت انواع الحمام المعروض بجمالها احيانا وبغرابتها احيانا اخرى، وهو الشيء الذي جاء يبحث عنه زوار هذا المعرض من المهتمين بعالم تربيه الحمام لمحاوله اقتناء افضل الانواع. هنا يرانا جينا اكتشفنا بلي عندنا انواع جديده مثل الرافينو والقيطانو النرويج. هذا كما هاد السلالات حنا مازال ما عندناش بديك القوه، رانا جينا نكتشفوا كاش من ندو عليهم خبره في هاد الطيور هاد. جينا نتعرفوا على المربيين في جميع السلالات ونتبادلوا الاراء ونعرفوا بعضنا بعض. ويهدف هذا المعرض الى جانب صقل الخبرات في مجال تربيه الحمام الى زياده هذه الثروه الحيوانيه والمحافظه عليها. استعراض لأهم ما جاء في النشر. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يشرف على تدشين توسعتين لمترو الجزائر، البريد المركزي، ساحة الشهداء، وحي البدر، عين النعجة. رئيس الجمهورية يعيد فتح جامع كتشاوة بالعاصمة بعد عملية ترميمه ويخص باستقبال شعبي مميز. دعوة لتكثيف وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف انتشار ظاهرة الإرهاب. ومساهل يدعو إلى استراتيجية منسقة لمكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا. الفريق أحمد قايد صالح يؤكد من وهران السعي الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لترقية العنصر البشري عن طريق التكوين والتأهيل. افتتاح الصالون الدولي للصناعات الغذائية والتحويلية جازاغرو، والطبعة تراهن على تعزيز نشاط الصناعات الغذائية لتثمين الفائض الفلاحي. وكما تبعتم في النشرة، مدينة الألف قبة وقبة تحتضن مهرجان النجع والمرحول في طبعته الثالثة. مزيد الأخبار والمعلومات زوروا مواقعنا على الإنترنت. التلفزيون الجزائري في الخدمة. تقبلوا تحيات فريق الأخبار.